في اسماء هاخد راي حضرتك فيها بسرعه، يمكن تالقت النهارده، منهم محمد شريف وقفشه. اكيد محمد شريف هل بينافس النهارده على خط الهجوم بجانب في المنتخب الوطني، بجانب مصطفى، بجانب حسام حسن في سموحه، مين تاني عندنا؟ احمد ياسر ريان. احمد ياسر ريان طبعا. ممكن محمد ينافس. طبعا. شريف ارقامه، شريف ارقامه حلوه جدا مع النادي الاهلي ومع المنتخب. ارقامه لما نتكلم بالارقام دايما، اصل الفيرود ده، عشان كده بقول لحضرتك النهارده لما صلاح يجيب جونين يبقى لازم احنا يبقى له الافضليه. شوفي ارقام شريف كده مع المنتخب هتلاقي ارقامه حتى ممكن وفتوجوا اخر مره برضه. طبعا. بما ان حضرتك لا هو بيجيب جوان. هو الراجل بيعرف يجيب جون. انا شريف ده ليه موقف معاه احكيك انا بسرعه كده. اكيد. كنا بنلعب مع اياكس، في اعتزال حسام غالي في الامارات بمناسبه شريف يعني. فاحنا المباراه دي كسبناها 1-0 بهدف صلاح محسن. فكابتن حسام اخر نص ساعه كده كل الناس قامت سخنت، وكل اللعيبه نزلت ما عدا الوحيد اللي فضل يسخن ورا الجون، شريف، محمد شريف. وبعدين كابتن حسام نادى لشريف، كان باقي تقريبا دقيقتين او 3 دقايق والمباراه بتخلص. على ما نزل ما لمس الكوره خالص، يا دوبك على ما نزل الحكم صفر. فنزلت الملعب انا لشريف، شريف كان بيعيط، عيط جامد جدا، منهار يعني. كان نفسه يلعب يعني فتره طويله. ما لعبش فتره كبيره يعني. فانا نزلت له الملعب، انا بحبه قوي شريف يعني. الكلام ده لما جه النادي الاهلي قبل ما يروح قبل ما يروح اعاره لانبي. نزلت له الملعب قلت له بص، يا شريف انا بحب الشخصيات الضعيفه. النادي الاهلي هنا عايز شخصيه قويه. ان انت تعيط دي على فكره، دي انا ممكن يبقى قوه على فكره. انا يعني مش هيقيس الضعف والقوه بان انت تعيط او ما تعيطش. بس دي لازم تستفيد من موقف حصلت مع لعيبه اكبر منك بكتير جدا جدا وتالقوا بقى نجوم مصر. صحيح. يعني شريف انا قلت له الكلام ده، اكيد هو فاكر الكلام ده كويس. قلت له دي تديك باور ان الفتره اللي جايه دي لازم تبقى اساسي في النادي الاهلي، ولو اتحملت النادي الاهلي عايز ضغوط، هتحمل الضغوط وهتحمل تبقى شخصيه قويه، هتكمل وهتلعب في النادي وهتبقى نجم كبير في النادي الاهلي. هتبقى شخصيه ضعيفه وتعيط وتعمل اللي انت بتعمله ده، مش هتكمل في النادي الاهلي. والله يا كابتن هاني الكلام ده يعني الكلام ده كده هو فكره كويسه. كلامك يا كابتن طارق وطبقه كمان خلال سنه بعد اعارته، وكان عنده رجع النادي الاهلي تاني. ما شاء الله. دلوقتي انا بقول لحضرتك على موقف حصل تقريبا من 4 حسام غالي اعتزل تقريبا من 3 سنين او من 4 سنين. موقف حصل نزل دقيقتين اتنين بالظبط ما لمس الكوره. وبعد المباراه نزلت له الملعب. في الاول بيبقى يعني تراكم خبرات كمان يعني بس هو يعني صعب عليه نفسه انه يعني كانت مباراه كان انما كان نفسه بس النهارده ادى كابتن حسام البدري فرصه انه النهارده عندك كان عندك مشكله في مركز راس الحربه ده، ما كانش عندك الا صلاح، النهارده عندك مصطفى وعندك شريف وعندك احمد ياسر، يعني عندك ناس كثيره جدا. هنبدا الفتره اللي جايه دي زي ما كان في متعب وكان في حسن وكان في عمرو زكي وكان يعني هنبدا الفتره اللي جايه دي هنبدا الامور هتوضح بالنسبه لمنتخب مصر. هيبقى في مصطفى محمد، يبقى في شريف، في احمد ياسر ريان، وفي زي ما حضرتك قلتي حسام حسن سموحه. لا هيبقى في ان شاء الله يعني. وانا شايف ان كمان مروان بادائه مع النادي الاهلي كان ممكن يتشاب، لان مروان خبرات دوليه كبيره جدا على مستوى منتخب مصر، واكيد لو ماشي بنفس المستوى هتكون منافسه حلوه. ده اللي كابتن حسام دايما بيتمناه، ده يكون عندك 4-5 بقى وانت تحتار تاخد انا اهم حاجه الفيرود يا كابتن هاني. انا عايز كل يعني عايز دايما يعني كل ماتش اجيب جون، تقف معايا ماتش اتنين لازم يعني يبقى ده هدفي يعني. الفيرود كل ما بيجيب جون حتى لو اداؤه سيء في المباراه بس هو خارج المباراه جايب جون او جايب اتنين، صدقيني هو ده يعني طموح الفيرود في كل مباراه. يعني مش عايز طموح الفيرود يبقى انا اعمل مباراه كويسه شغلته واعمل 5-6 مباريات كويسين وفي الاخر اطلع بدون يعني لا ارقامي اهداف. ارقامي اهداف ولازم انافس ان انا ابقى هداف الدوري. يعني لازم النادي الاهلي يبقى الفيرود النادي الاهلي لازم يبقى هداف الدوري، لازم ينافس على هداف الدوري. طيب.